مرحبا شباب، معاكم ماكو. عندي لكم اليوم فيديو بعد عن ارقام جينيس القياسيه الخاصه في الالعاب. هاي حلقة اتكلم فيها واذكر فيها بعض المعلومات الغريبه اللي راح تصدمكم وتعجبكم بعد في نفس الوقت. طبعا في حلقات انا سويتها من قبل تكلمت عن اشياء وايد غريبه بتعجبكم، الرابط مالها في الوصف اذا حابين تشوفون الحلقات القديمه. ولا تنسون تعطونا زر لايك حق هاي الفيديو. فيلا نبتدي. لعبه وورلد اوف ووركرافت نزلت في سنه 2004، ومن 2004 لليوم ذي في ناس يلعبونها باستمرار وبشكل متواصل، وفي ناس مدمنين عليها ما يقدرون يوم واحد بدون ما يلعبونها ويلعبونها حق ساعات متواصله. بس اذا جمعنا وقت كل الناس اللي لعبوها يقول لكم ان الوقت اللي خذته الناس بس في لعبه وورلد اوف ووركرافت يوصل ل 6 مليون سنة أو أكثر بعد. يعني الوقت المجموع الكامل من مثلا أنا أو أنت وغيرنا كلنا تجمعنا يصير 6 مليون سنة بس في لعبة ووركرافت. فهاي رويكم مش كثر ناس هي تلعب هاي اللعبة. لعبة الموبا من بليزرد واللي هي هيروز أوف ذا ستورم عندها رقم خاص فيها، وحلو هالرقم بعد يقول لكم إن هي أكثر لعبة صارت فيها بطولات عن اللعبة ذي قبل لا تصدر بشكل رسمي. يعني اللعبة كانت في مرحلة البيتا وكانوا يسوون لها بطولات، ومن شهر سبتمبر 2014 لشهر يونيو 2016 اللعبة كانت في مرحلة البيتا وصار لها 40 بطولة، وبهاي الشيء قدرت إنها تصير إنها أكثر لعبة يكون فيها بطولات قبل لا تصدر اللعبة كاملة بشكل رسمي، مجرد إنها تكون في مرحلة البيتا. وبالحديث عن البطولات نروح حق لعبة ستار كرافت 2 وينجز أوف ليبرتي اللي نزلت في سنة 2010. اللعبة يقول لكم ان هي اكثر لعبة صارت لها بطولات حول العالم، صار لها اكثر من 3366 بطولة، ومعدل الجوائز اللي صار فيها يعني مجموع الجوائز اكثر من 18 مليون دولار. هاي المعلومة يمكن اغلبكم يعرفها، يمكن في ناس سامعين فيها، وانا ذكرتها في يوم من الايام ما اتذكر متى، بس ذكرتها في احد الفيديوهات. طبعا لعبة جي تي اي 5 هي اسرع لعبة توصل ارباحها لمليار دولار، قدرت انها توصل حق مليار دولار في 3 ايام بس. تخيل في العاب ياخذ لها سنين وما تقدر توصل لهالشيء قريب من هالرقم بعد، جي تي اي 5 وصلت لهالرقم في 3 ايام بس. شركة روك ستار بعد قالت انهم في اول يوم بس حققوا 800 مليون دولار اول يوم من اصدار اللعبة. نعرف ان شركات الالعاب صارت تسوي عدة نسخ من العابها، طبعا مثلا في نسخة تكون كولكترز اديشن اللي مثلا اي معاها مجسم للشخصية، او مثلا سبيشال اديشن اللي تي معاها لعبة، او غيرها من النسخ اللي تكون اسعارها غير عن النسخة الاعتيادية ويكون معاها اشياء اكثر. بس شنو هي اللعبة اللي قدرت تسوي اغلى نسخة في العالم؟ طبعا لعبة زومبيز داينج لايت كان لها نسخة، وهي النسخة الوحيدة اللي في العالم سعرها 10 مليون دولار. اي نسخة من لعبة سعرها 10 مليون دولار. هاي النسخة كان اسمها داينج لايت سبوت لايت اديشن، ومثل ما قلت ما في الا نسخة واحدة فيها في العالم، وماري صراحة اذا في احد شراها او لا بعد. ومن كثر ما اتي معاها اشياء راح اقرا لكم، لان صراحة وايد اشياء غريبة بعد. اول شيء لما تشتري هاي النسخة اللي سعرها 10 مليون دولار راح تحصل دور انك تمثل دور في فيلم داينج لايت، فيلم اللعبة، وطبعا راح يعطونك دروس تمثيل بعد ويعلمونك شلون تصير ممثل. غير ذي انهم راح يدربونك عشان انك تسوي حركات، مثلا حركة تحتاج انك تنط او جمباس او غيرها، راح يدربونك على كل دي لا تحاتي. ولو بعد من ضمن هالاشياء راح بعد يعطونك تذاكر سفر ودرجة اولى مع السكن بعد في نفس الوقت. وغير ذي انه بيكون عندك فرصة، مو باكيد بعد، فرصة انك تكون ممثل صوتي حق شخصية في واحدة من الالعاب، وبعد بيعطونك 4 نسخ من اللعبة كلهم موقعة. السؤال هو لو انت عندك 10 مليون دولار، مو عندك، لو عندك 10 مليون دولار اضافية ما تحتاجها يعني في حياتك، هل راح تقطعها على هاي النسخة عشانك تصير ممثل، او انك عشان تحصل 4 نسخ موقعة او تذاكر؟ ليش؟ ليش يعني؟ ما ادري صراحة اذا في احد شرى النسخة، بس اعتقد هم سووها بس كذي، قالوا يمكن واحد غبي مو بصاحي يشتري النسخة. كلنا نعرف العاب سوبر ماريو واغلبنا يحب هاي الالعاب، بس شنو هي اندر واغلى لعبة سوبر ماريو نزلت؟ طبعا في سنة 1991 شركة نينتندو قررت انها تسوي بطولات في امريكا حق لعبتها اللي هي نينتندو كامبس تشالنج. اوكي شيء حلو، بس عقب ما خلصت نينتندو من هاي اللعبة وهاي البطولة قررت انها تتخلص من كل نسخ الالعاب اللي موجودة او حق هاي اللعبة. فبالضبط هاي اللي هم سووه، تخلصوا منهم كلهم ما عدا نسخة واحدة قدر انه ياخذها واحد من الموظفين في شركة نينتندو، خذ هاي النسخة له واحتفظ فيها. اما النسخ الثانية خلاص كلهم انتهوا من الوجود، يعني باقي بس النسخة بس. وقدر هاي الشخص انه يبيعها في سنة 2006، مو مذكور السعر كم، بس باعها حق واحد من الكولكترز اللي يحبون يجمعون الالعاب وكذي. وفي سنة 2009 انباعت هاي اللعبة من اول على موقع اي بي بسعر 20,000 دولار تقريبا، وبهالشيء هي صارت اغلى واندر لعبة سوبر ماريو في العالم. اخر معلومة حق محبين التروفيز في البلاي ستيشن، طبعا عارف ان اغلب الجولد تروفيز او التروفيز الذهبيين يكونون صعبين وتحتاج منك وقت وايد، بس لعبة مورتال كومبات اللي نزلت في سنة 2011 عندها لقب اصعب
تروفي ذهبي او جولد في عالم الالعاب لحد الحين. هاي التروفي كان اسمه ماي كونغ فو از سترونجر، وعشان انك انت تحصل هاي التروفي لازم تسوي وايد اشياء، من ضمنها انك لازم تلعب حق 672 ساعه اي ما يعادل 28 يوم، بعد لازم تفوز 28000 مباراه، بعد لازم تسوي 4200 اكس راي في اللعبه، وبعدها لازم تطلع من العدو 280000 لتر من الدم، واخر شيء لازم تلعب في كل شخصيه لمده 24 ساعه، مو شرط بشكل متواصل بس ان عدد الوقت اللي تلعبه في كل شخصيه يكون 24 ساعه حتى لو خذ لك اسبوع. فتخيل انت عشان تحصل هاي الجولد تروفي اعتقد يبي لك اكثر من شهر، او اعتقد يمكن في طرق ثانيه او جلتش يعني يمكن بيساعدك على هاي الشيء ما اعرف، بس هاي هو اصعب جولد تروفي موجود في العالم حاليا. فعلهم هاي كانت كل المعلومات اللي عندي حق اليوم، اتمنى عجبتكم. لا تنسون في معلومات اكثر في الحلقات السابقه 100% راح تعجبكم وراح تستانسون فيها، تشوفوا الحلقه الرابط موجود في الوصف. لكن كل شيء اعطوني زر لايك اذا عجبكم الفيديو، نشروا الفيديو اذا حابين بعد. كان معكم ماكو، مع السلامه.